انا معايا سيادة الوزير خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية. مساء الخير يا سيادة الوزير. اهلا وسهلا، دكتور ازاي خالد، حضرتك يا مساء استاذه الخير يا لمي؟ فندم. دكتور، تمام. يعني الوضع ايه بالنسبة لنقص السلع التموينية؟ واكيد حضرتك عارف. بصي هقول لحضرتك الوضع عشان يبقى الامر محطوط في نصابه. احنا بندي للمواطنين نوعين من السلع، نوع اسمه فرق نقاط الخبز ونوع اسمه التموين. فرق نقاط الخبز ده شيء جديد مستحدث احنا استحدثناه، والحمد لله ربنا وفقنا واصبح واقع موجود. وصلت قيمته في الشهر لحوالي 500 مليون جنيه سلع المواطن بياخدها، مقارنة بصفر ما كانتش موجودة قبل كده الحكاية دي، وده أمر الحمد لله نجحنا فيه من خلال منظومة العيش ومنظومة التموين. النوع الثاني اللي هو السلع التموينية اللي احنا حولناها من دعم عيني في شكل ثلاث نقط إلى ثلاث سلع إلى دعم بياخده بشكل نقدي يجيب بيه كل السلع اللي هو عايزها وبيختارها بالطريقة اللي هو بيعوزها. اللي حصل الفترة اللي فاتت ان تباطؤ في امداد زيت الطعام، الزيت تحديدا، نظرا لان كان في كتير من شركات القطاع الخاص والقطاع العام مش قادرة ان هي تفتح كل الاعتمادات اللي جاية لها من الزيت الخام. وتفاهمنا مع محافظ البنك المركزي، والحقيقة هو فتح كل الاعتمادات اللي كانت خاصة بالزيوت ودخلت المراكب وفضت الزيت الخام ودخلت المصانع، وبدأت تضخ يمكن من الأسبوع اللي فات كميات الزيت يمكن أكتر من المعدل اللي مطلوب يوميا. لما نيجي نتكلم على الفكرة الجديدة اللي هي طبعا بتلاقي مقاومة كبيرة، وحضرتك هتستوعبي اللي بقوله، إن إحنا بعد ما مشينا خطوات بمنظومة التموين وخلينا السلع مفتوحه بالشكل ده، حبينا وزي ما انتم بتنادوا دايما ان احنا نكسر الاحتكارات باشكال كتيره. فقررت ان انا اعمل نوع من التفاوض الجماعي، وانا لسه يعني حالا قايم من مجموعه شركات كنا قاعدين معاهم، ان احنا بنجيب كبار الموردين الشركات الكبيره والمالتي ناشونالز، بنعمل معاهم نوع من التفاوض الجماعي، وبنوصل معاهم لتفاهمات نقدر ناخد السلع باسعار اقل، بحيث ان هي تورد الى البقالين التموين من خلال 500 فرع للجمله تبع الشركه القابضه، يحصلوا البقالين على هذه السلع باسعار اقل ويبيعوها للمواطنين باسعار اقل. عمليه التغيير ديت بتواجهها مشكله من ثلاثه، يا اما ناس بتبقى بطبيعتها مش حابه التغيير، يا اما ناس شايفه ان التغيير ده مش هيكون في مصلحتها، يا اما ناس مش مستوعبه التغيير. طب احنا مش الكلام ده بنتكلم على حصل القصه دي خالص يا لا دكتور. لا لا، هي دي القصه يا فندم. ليه؟ احنا احنا لما بنتكلم بقول على نقص لحضرتك، الزيت والرز لا والمشاكل اللي في الكروت. احنا لما بدانا منظومه العيش والتموين ظهرت المظاهر دي والناس تصورت ان في ازمه، ولم يكن هناك ازمه، وبعد ما استقرت الناس استوعبت وعظم. انا بقول لحضرتك السلع النقط احنا بنصرف ب 500 مليون جنيه نقط في الشهر. احنا صرفنا لغايه يوم الخميس اللي فات ال 500 مليون لكل المواطنين، وبالتالي الرقم اتصرف كله، والنقط دي كانت اساسا مش موجوده. هل النقص في الزيت الاساسي في التموين الاساسي؟ نعم، كان في نقص في الزيت، وانا قلت لحضرتك بالفعل كان في والرز نقص في كمان. الزيت والرز، كان في نقص، مش ان في ازمه، في نقص في الزيت ونقص في الرز. النقص اللي في الزيت اتحل تماما لان احنا الاعتمادات كلها اتفتحت ودخل الزيت الخام للقطاع الخاص والقطاع العام، اتوزع على البقالين يعني؟ بيتكرر وبينزل تباعا، احنا بنحتاج كميه معينه في اليوم، اللي بينزل دلوقتي تقريبا ضعف الكميه، لكن حضرتك عارفه لما بيبقى فيه توقف لفترات فبنحتاج فتره علشان يتشبع السوق بالباكلوج اللي كان موجود قبل كده، بس وده احنا دلوقتي خلاص. من الناس اللي بنسمعها يا دكتور، معلش بعد اذن حضرتك، سواء من البقالين او الناس، خلينا نتكلم في الناس العاديه، لا عرفت تجيب الزيت المره دي، ولا الكروت كمان اتاخدت منها وما رجعوهاش. لا هقول لحضرتك، اولا زي ما بقول لحضرتك ما يخص النقاط اتصرف 100% منه، ده يقينا لان دي ارقام في الحسابات احنا دفعناها للمواطنين. ما يخص التموين، لما حسينا ان في شورتج حصل في الزيت قلنا لهم مفيش مشكله خالص، احنا هنفتح لغايه اخر مارس، بحيث ان والزيت بيتم ضخه دلوقتي، يقدر المواطن اللي ما حصلش على كفايته منه ياخد لغايه 30 مارس، عنده لسه شهر ونص يقدر ياخد الزيت. التموين مش بيتصرف كل يوم، هو المواطن بيصرفه مره في الشهر، فاذا كان في تباطؤ شويه يستطيع ان هو
يؤجل ده لفتره لاحقه. طيب. وده اللي تداركناه لما حصل النقص في كميه الزيت. طب ومشاكل الكروت يا دكتور؟ مشاكل الكروت دي قضيه اخرى. الكروت احنا عندنا حوالي 22 مليون كارت كلهم كروت سمارت، فاضل حوالي من 300 ل 400,000 بيتم طباعتهم من خلال الشركات. طبعا ال 300 ل 400,000 كرقم مطلق هو رقم كبير، انما لما بننسبه لل 20 او 22 مليون بيبقى نسبه قليله. طبيعي ان اللي بيظهر هو البني ادم اللي عنده مشكله، لان البني ادم اللي راح صرف مش هيجي يشتكي. الدليل على كده حضرتك ان انا بعمل معاملات ب 6 مليار ترانزاكشن كل شهر في العيش كلها بالكروت. وبتتم وبتدفع. طيب. فدي معاملات فعليه تم. طب سياده الوزير، صور حتى لحضرتك جايباها، انا ما اعرفش حضرتك جايباها منين، بس صور بتدل ان الناس موجوده وبتصرف. لا لا، دي صور اللي دي راشز، دي حاجات قديمه، دي حاجات قديمه جدا، دي راشز قديمه. طيب خليني بس ارجع لل معايا على الهاتف سياده النائب هيثم الحريري، وعايز يعني يوجه لحضرتك كلام. سياده النائب مساء الخير. مساء الخير يا استاذ لميس. اهلا بيك يا سياده النائب، اتفضل. خليني بس اعترف انه منظومه التموين كانت شغاله فتره طويله بشكل جيد جدا وايجابي، والناس صحيح. كانت سعيده، لكن في الفتره الاخيره حصلت مشاكل. انا متفاهم حسن النيه اللي عند الوزير، لكن الاداء على الارض مختلف تماما. الوزير كان عايز يوفر المنتجات اللي بيجيبها الراجل بتاع التموين من السوق بسعر ارخص. الواقع بيقول ان هو السعر مش ارخص على الاطلاق، السعر اغلى ما هم بيجيبوها من بره، وفي عينات من الحاجات دي انا يعني تحت ايدي. كان في مثلا موضوع الفراخ، الفراخ كانت الناس بتلاقي ان فتره الصلاحيه قليله جدا. موضوع الزيت، في ازمه حقيقيه، مش مجرد في نقص، لا في ازمه في الزيت، الزيت مش متوفر. الاماكن اللي بياخد منها الراجل بتاع التموين في اوقات كتيره مش بيبقى موجود غير شويه زيت، شويه سكر وشويه جبنه، مفيش اي منتجات ثانيه. وانا حتى بلغت دوت لمكتب الوزير اكتر من مره. كان عندي بالامس في اسكندريه بعض الناس اللي شغالين في المخابز، وبلغوني ان في بطايق تموين عليها بال 10,000 جنيه ب 10,000 نقطه، وبياخدوها بعض الناس ذوي الحظوه اللي موجودين في الغرفه التجاريه او اللي بيقدروا يدفعوا في رشاوي عشان ياخدوا هذه الكروت، وبيسرقوا فلوس من اموال الدوله، وبيقولوا انه يعني الشركه اللي بتعمل دوت محتاجه ان يبقى في مراقبه حقيقيه عليها. وبيشتكوا من المكن، ان المكن اللي موجود مكن صيني وبيعطل كتير جدا، وهم حتى الوزاره رافضه ان هم يشتروا مكن على حسابهم الكواليتي بتاعته او الجوده بتاعته افضل من المكن الصيني. انا بقول ان المنظومه جيده محتاج يتبنى عليها وتفضل مستمره في الاتجاه الجيد. في بعض السلبيات بنواجهها محتاجه اتخاذ اجراءات سريعه، سريعة. عشان الناس بالزبط. ما تفقدش يعني مصداقيه المنظومه اللي قدرت انها تحقق شيء. طيب خليك معايا سياده النائب. سياده الوزير اتفضل. طبعا انا بحيي سعاده النائب، وبرده احنا مشكله ان احنا يمكن انا اكتر واحد موجود في الشارع واكتر واحد موجود في كل الاماكن اللي هي من اول البقال، من اول المواطن والبقال ومنفذ الجمله لغايه اعلى مستوى. انا لسه مخلص حالا مع مجموعه شركات، هي اكبر شركات، وانا باكد لحضرتك وللنائب المحترم اللي كان بيكلم حضرتك ان كل التعاقدات اللي عملناها هي اقل بكتير جدا من اي تعاقدات كانت موجوده. بيشاع طبعا انها اغلى وانها اكتر وكل الكلام ده، لان مش من مصلحه اطراف كتيره ان التعاقدات دي تتم بالشكل ده. وعموما الحكم في ده ان احنا زي ما انا فاكر بالظبط لما بدانا منظومه التموين كان الهجوم اكتر من كده 100 مره، لان الفكره اللي بتتعمل بتبقى دايما لها مقاومه. احنا موجودين مع بعض وهنشوف، واحنا بنطبق ده خلال شهر، شهر ونص، شهرين، هيبان للمواطن ان السلع اللي بياخدها من نقاط الخبز هتكون اقل من اللي كان بياخدها قبل. بس سياده النائب بيقول ان لديه نماذج لسلع هي اغلى كتير من اللي بره. لا معلش، انا عندي علم اكتر من اي حد تاني، لان انا قايم حالا من التفاوض مع، انا مش عايز اذكر اسامي الشركات، وهم موجودين وتعاقدات معاهم، تعاقدات بنسب يعني ما ينفعش يعني تعلن على الملأ، لانها دي حاجات بيزنس، لاني بقعد مع كل مجموعه لوحدها. طيب. وبنكمل ده طول الوقت طول الوقت، وبنشوف اذا كان في اي حاجه اعلى من كده بتحصل. وغير منطقي ان هي تكون اعلى لسبب، لان ازاي وانا بتعاقد على الكم الكبير ده هاخد تعاقد بشروط اسوأ من التعاقد اللي بيتعاقد عليها بقال منفرد
بياخد من تاجر صغير جمله. البقال التمويني كان بياخد في احوال كتيره من السوبر ماركت الكبير ويشتري منه. طيب يعني سيادة النائب تحب يعني طبعا موضوع يعني الزيت، طب الاول موضوع الزيت يا سيادة الوزير حله انتهى يعني نقدر موضوع الزيت سعادة النائب عنده حق، كان في زي ما قلت لحضرتك نقص في امداد الزيت، وكان ده نتيجه لان الماده الخام لكل المصانع كانت واقفه في الجمارك. الحمد لله اتفتحت كل الاعتمادات. انا احنا ليه ما عندناش مصانع زيت؟ وده سؤال. عندنا يعني مصانع زيت، احنا عندنا في مصر مصانع تكرير فقط، وبنستورد 95% من الماده الخام، ويمكن احنا كان لنا طرح في ان احنا يبقى في اماكن تجميع لوجستيه وتعمل الحبوب والغلال وتحول وتعمل كراشنج للصويا وتعمل اكستراكشن للذره والكلام ده، بحيث ان احنا نبقى بدل ما احنا بنستورد الخام نبقى بنعمل ده، وشغالين في ده على مستوى الدوله، لان احنا حتى الان مصر بتستورد تقريبا 95% من الزيت الخام، ودي طبعا مش حاجه كويسه. سياده النائب تحب تقول حاجه لسياده الوزير؟ انا عايز اقول لسياده الوزير انه لازم يبقى المصداقيه متبادله. انا بصدق حضرتك، ولا يمكن ان انا يعني اقول كلام حضرتك غلط، فبرضه صدقني لما اقول لحضرتك ان في ازمه وان في اسعار اعلى من الاسعار اللي بره، وانا برضه موجود مش بس في اسكندريه، انا بيجي لي تليفونات من المحله ومن اكتر من مكان، وانا كلمت اللي هو محمود يوسف واديته نماذج، يعني انا مش بتكلم في حاجات من محافظه ثانيه ولا من دوله ثانيه، انا بتكلم الواقع اللي موجود، وبشتكي لحضرتك ان المكن غير جيد، والناس عايزه تغيره على حسابها مش بتغيره على حسابها. بشتكي لحضرتك انه في الكروت اللي هي بتاعت الخبز، في كروت بتطلع من الشركه عليها بوينتس كتيره جدا مش من حق الناس، وناس بياخدها يعني بيتربحوا من وراها، وده بالنسبه لي انا اهدار مال عام. بشتكي لحضرتك انه الانواع مش موجوده بعدد كبير في المخازن اللي عندكم، ما بقاش في غير شويه شاي وشويه هقول لك حاجه تريحك، حضرتك هتشرفني وهنتحرك مع بعض انا وحضرتك في أماكن غير مخططة، وننزل نشوف الواقع مع بعض على الطبيعة، وأنا هقول لحضرتك كل التفاصيل الخاصة بالتعاقدات وشروطها وأسعارها بشكل تفصيلي. ما ينفعش إن إحنا هو بيقول لك على الوضع في الشارع. أنا بقول لحضرتك وبقول لسعادة النائب إن إحنا هننزل مع بعض في الشارع. طيب خلاص يا هيثم، هننزل مع بعض حضرتك بكرة، هبلغ مكتب حضرتك بكرة بالأماكن اللي فيها نقص والاسعار اللي موجوده اللي بيجيوها من بره. مشكورا لسياده الوزير، مشكورا، هتصرفني انا وهقعد معاك وهنتكلم في كل التفاصيل. طيب بشكرك هيثم، بشكرك نائب هيثم الحريري، بشكرك سياده الوزير دكتور خالد حنفي.